من الذي قد نال راحة سره في عسر كان أو في يسره؟ فلربما يلقى الغني بماله أضعاف ما يلقى الفقير بفقره، أضعاف ما يلقى الفقير بفقره. من ذا الذي قد نال راحة سره في عسر كان أو في يسره؟ فلربما يلقى الغني بماله أضعاف ما يلقى الفقير بفقره، أضعاف ما يلقى الفقير بفقره. فخذ تجارتي خائف مترقب مما يلاقي من خسارة أمره، وخل وزارتي حائر متفكر مما يقاسي من نوائب دهره، مما يقاسي من نوائب دهره. وكذلك السلطان في أحكامه رهن الهموم على جلالة قدره، إن سره خبر نتى من بعده خبر يزحزح مشادة قصري، خبر يزحزح مشادة قصري. من ذا الذي قد نال راحة سره في عسر كان أو في يسره؟ فلربما يلقى الغني بماله أضعاف ما يلقى الفقير بفقره، أضعاف ما يلقى الفقير بفقره. تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل مليحة، متنعما فيها بنعمى عصره، متنعما فيها بنعمى عصره. وصافت له الأيام حتى إنه لا تنطق الأصوات عند مقره، ما كان ذلك كله مما يفي بمبيت أول ليلة في قبره، بمبيت أول ليلة في قبره. من ذا الذي قد نال راحة سره في عسر كان أو في يسره؟ فلربما يلقى الغني بماله أضعاف ما يلقى الفقير بفقره، أضعاف ما يلقى الفقير بفقره.